مبدئيا في الأول حابة الأول أعرفكم عني. أنا اسمي أميرة أيوب، أنا مهندسة معمارية، اشتغلت في شركة دار الهندسة لمدة 7 سنين، وبعدين قررت من 4 سنين إن أنا أستقيل علشان أتخصص في المجال بتاع الـ Sustainability والـ Green Buildings. الفكرة أنا يعني كنت حاسة إن أنا محتاجة الفكرة زي ما قلت لكم إن أنا خلال وجودي في دار الهندسة حسيت إن أنا ساعتها بدأت أتعرف عن الجرين بيلدينج ريتنج سيستم زي الليد وغيرها، ولقيت إن أنا محتاجة إن أنا يعني أتخصص أكتر في مجال الاستدامة أو ثواني بس. فزي ما قلت لكم كده، كنت بعد ما سبت الدار بدأت أشوف إزاي ممكن أتخصص في المجال ده أكتر. حصلت على كذا اكريديتيشن ليها علاقه بالاستدامه، فانا ليد اي بي بي دي ان سي وويل اي بي وفيت ويل امباسادور. والحقيقه انا ببقى لابسه كده ديفرنت هاتس، ببقى في البروجكتس بعمل كذا حاجه، يا اما بقوم بدوري كمعماريه كمهندسه معماريه بعمل ديزاين، بس الحقيقه قررت ان انا اعمل ديزاينز بس تكون متخصصه في السستينابيلتي ابروتشز. دي كانت اول حاجه بعملها. الحاجة الثانية إن أنا بأدوكيت الناس، بتيتش الجرين بيلدينج ريتنج سيستمز، فأنا يو اس جي بي سي ليد ويل فاكولتي، وبرضه ليفينج الانترناشونال ليفينج فيوتشر انستيتيوت المينا فاكولتي بتاعها. والحاجة الأخيرة بقى إن أنا ببقى الكونسلتنت للبروجكتس اللي بتبقى عايزة تاخد السيرتيفيكيشنز. الفكرة بس إن أنا يعني خلال خبرتي الصغيرة اللي أنا مش بدعي إنها يعني خبرة كبيرة، المجال ده very challenging في الميدل إيست. إحنا عندنا الكلام ده ممكن يكون إحنا كمنطقة إحنا من أكتر المناطق اللي هتتأثر بموضوع global climate change، ولكن في نفس الوقت لو جينا فكرنا هنلاقي إن إحنا مش بنبني بالشكل الريزيلينت الكفاية اللي هو هيقدر يقاوم التغييرات بتاعة global climate change. يعني إحنا لما يبقى في عندنا ارتفاع في درجات الحرارة كبير جدا يؤدي لأن الزرع بتاعنا يموت، يبقى عندنا مشاكل في الفود بتاعنا في الأكل بتاعنا، مشاكل في درجة الحرارة تخلينا مش قادرين، يبقى عندنا راحة حرارية بشكل معين. الكلام ده كله احنا اولى بيه ان احنا نبدا نفكر ازاي نصمم المباني بتاعتنا بشكل سستينبل وبشكل جرين. وانا شايفه الحقيقه المشكله الرئيسيه في حاجه زي دي هي فكره الاويرنس اللي هي الوعي بس. فزي ما قلت لكم احنا من اولى الناس ان احنا نبدا نفكر بشكل سستينبل، ان احنا نخلي المباني بتاعتنا تبقى قادره تكوب مع التغيير ده بشكل كبير. علشان كده أنا شايفة إن إحنا مشكلتنا الأساسية في الوعي. أنا لو عارف إن التصميم بالشكل ده هيأثر عليا أو إيجابياته هتبقى كبيرة، أو إن ده هيأثر عليا في جوانب زي الجوانب الاقتصادية مثلاً، إن أنا هلاقي إن أنا بوفر بقى فواتير كهرباء ومية، وهلاقي إن أنا صحتي وراحتي بقت أحسن لما ببني بشكل سستينبل أو بشكل جرين، هلاقي إن أنا ممكن مثلاً الموارد بتاعتي الطبيعية زي الكهرباء والمية والمواد بتاعت البنى كلها بيحصل فيها توفير بشكل كبير جداً. كل ده إزاي ممكن إن هو لما يتم أشوف الجوانب بتاعته وهبقى فاهمها، فبالتالي هبدأ أطلبها، هبقى بالنسبة لي هو ده الستاندرد اللي أنا عايز أخلي كل المباني بتاعتي فيه موجودة. فالنهاردة أنا حابة أقدم لكم واحد من البرامج اللي أنا متخصصة فيها في المجال بتاع الاستدامة. إحنا عارفين كلنا أوير بالليد ريتنج سيستم، ليد اختصار لكلمة leadership in energy and environmental design. الليد ممكن نسميه most popular rating system في العالم، كل الناس تقريبا اللي في المجال بتاع الاركيتكتشر أو الانجينيرينج والديزاين شافوا مباني خلاص حصلت على الشهادة بتاعت الليد في المباني في الدول بتاعتهم. النهاردة أنا هقدم لكم برنامج تاني اسمه Living Building Challenge، واللي عملوا منظمة اسمها الانترناشنال ليفينج فيوتشر انستيتيوت. الانترناشنال ليفينج فيوتشر انستيتيوت دي هي منظمة تم تأسيسها سنة 2006، هي غير حكومية وغير هدفها للربح، والهدف بتاعها ان هي تعمل ترانسفورميشن، تحول الكوميونيتيز بتاعتنا تبقى هي مور سوشيالي جاست وكالتشرالي ريتش وايكولوجيكلي ريستوريتيف. يعني ايه الكلام ده؟ ازاي المجتمعات بتاعتنا يكون فيها عداله اجتماعيه اكتر من كده؟ ازاي تكون المجتمعات بتاعتنا بتحتفل بالثقافه بتاعتها وبتعتز بيها، وكل المباني بتاعتها الثقافه بتاعتها دي تكون باينه فيها، واخر حاجه ان هي الكوميونيتيز بتاعتنا تكون بتحافظ على البيئه، ومش بس بتحافظ عليها، لا ريستوريتيف هنا بمعنى انها بتصلح الدامج اللي الإنسان أصلاً عمله في البيئة بتاعته.
فمينلي هو ده الهدف بتاع الـ International Living Future Institute. لو جينا شوفنا هنا برضو الباوربوينت قفش تاني، أنا مش عارفة فيه إيه. لحظة واحدة، الحمد لله. طيب لو جينا شفنا الـ International Living Future Institute، هي بقى أمبريلا، يعني زي أمبريلا كده تحتيها بروجرامز كتيرة جدا، منها الـ Living Building Challenge، ده الفلاجشيب بروجرام بتاعنا اللي هو اللي فوق اللي على الشمال ده، ده اللي هو أكتر بروجرام معروف تبع الـ International Living Future Institute واللي هنتكلم عنه النهارده. في برضو عندنا بروجرام تاني اسمه Living Community Challenge. Living Building Challenge هو مختص بالمباني، Living Community Challenge هو بيختص بالنيبرهودز، بالكومباوندز، بالكامباسز بتاعت الجامعات، فعشان كده بنسميه ليفنج كوميونيتي. الليفنج برودكت تشالنج ده زي بروجرام برضو، او ريتنج او سيرتيفيكيشن، شهاده بياخدها اي برودكت، اي برودكت مش لازم يكون بيلدينج برودكت، اي برودكت. وبرضو احنا امبريلا بتاعت شهادات تانية زي الزيرو كاربون سيرتيفيكيشن، واللي من الناس اللي المفروض او من الشركات او من الكيانات دلوقتي اللي بتحصل على الزيرو كاربون سيرتيفيكيشن جوجل. وعندنا زيرو انرجي سيرتيفيكيشن، والحاجه اللطيفه جدا ان الانترناشنال ليفنج فيوتشر انستيتيوت، والحمد لله انا كنت سبب في ده، عملت ام او يو او كولابوريشن مع الاميريتس جرين بيلدينج كونسل، ان احنا ازاي نقدر نسرع الزيرو كاربونز الزيرو انرجي سيرتيفيكيشن في الميدل ايست. والحمد لله اللي انا عرفته ان ماجد الفطيم من اول الناس اللي بتعمل دلوقتي مبنى تارجتنج زيرو انرجي سيرتيفيكيشن في الامارات. وعندنا برضو بروجرام افتكر احنا بقى في الميدل ايست ده ممكن يكون اور فيفورت بروجرام، اسمه كور. كور ده تم يعني الاعلان عنه في 2019، في ابريل 2019، وهو الحقيقه يعني الليفنج بيلدينج تشالنج دي زي ما من شويه قلت لكم ليد بالموست بوبولار ريتنج سيستم، فالليفنج بيلدينج تشالنج هي الموست ادفانسد ميجر اوف سستينابيلتي في العالم. بمعنى ايه الكلام ده؟ بمعنى ان انا اي مبنى هيحصل على الشهاده الكامله للليفنج بيلدينج تشالنج باي ديفولت كده بنسميه ذا جرينست ان ذا وورلد، ده اكتر مبنى اخضر في العالم. تمام؟ اللطيف ان في 2019 زي ما قلت لكم الاي اف اي طلعنا ريتنج سيستم سميناه الكور جرين بيلدينج سيرتيفيكيشن، والكور ده هو المفروض ان هو يعني الطلبات بتاعته ابسط شويه من الليفنج بيلدينج تشالنج، فهي مناسبه لينا اكتر هنا في الميدل ايست، هم 10 طلبات بس، فهي يعني ستريت فورورد. والحقيقه عملنا كذا اسسمنت لكذا بروجكت في الميدل ايست، هنا قلنا ممكن ازاي يحصل على الكور، ولقينا ان هي السهوله تطبيقها احسن بكتير جدا من الليفنج بيلدينج تشالنج، عشان احنا عارفين ان احنا للاسف لسه في البدايات بتاعت في القصه بتاعت السستينابيلتي. عندنا بقى ترانسبيرنسي ليبلز بنسميها ديكلير وجاست وريفيل. ديكلير ده ترانسبيرنسي ليبل لاي برودكت، يعني مثلا انا عندي اي حاجه السماعه دي، انا عايزه السماعه دي اعرف هي جت منين، هي ايه الانجريدينتس بتاعتها، ايه مكوناتها، ايه الكيميكلز اللي مستخدمه فيها. ده ليبل يطلع السماعه دي بيعرفني كل الحاجات الماتيريالز المستخدمه فيها، بيعرفني لو فيها حصل لها لايف سايكل اسسمنت، بيعرفني الكيميكلز اللي موجوده فيها، فده اللي هو الديكلير ليبل. وعندنا الجاست ليبل، جاست ده هو سوشيال جاستس ليبل، ده بتاخده الشركات علشان تقول هي ازاي بتتعامل مع الموظفين بتوعها، هنعرف عنه اكتر في السلايدز الجايه. وبرضو اخر ترانسبيرنسي بتاعنا هو الريفيل ليبل، اللي هو ازاي المبنى يبقى ترانسبيرنت كفايه ان هو يقدر يقول الكونسومشن بتاعته او استهلاكه للطاقه عامل ازاي، وازاي الاستهلاك بتاعه بتاع الطاقه ده ممكن في الفتره دي قدر يوفر باستخدام مثلا سولار بانلز وهكذا. طيب فين بقى في بنعمل ايه بقى في الليفنج بيلدينج تشالنج دي؟ بنتكلم ان الليفنج بيلدينج تشالنج بنسال سؤال اسمه وات داز جود لوك لايك، بمعنى ايه؟ ان انا مش بقول انا ازاي المباني بتاعتي هقلل من تاثيرها السلبي على البيئه، لا مش هو ده السؤال اللي انا بساله زي كل الجرين بيلدينج ريتنج سيستمز اللي عندي، ان انا مثلا انا هوفر طاقه بنسبه 20% وهحافظ على السايت بدل ما اعمل له 100% ديستربنس، لا والله ده انا هحافظ عليه ان هو النيجاتيف امباكت عليه هيبقى اقل مثلا، لا احنا مش بنسال الاسئله دي خالص تبع الانترناشنال ليفنج فيوتشر انستيتيوت او الليفنج بيلدينج تشالنج، احنا بنسال سؤال وات داز جود لوك لايك، يعني الحاجه الحلوه الحاجه الجميله شكلها عامل ازاي. فاحنا عشان كده بنسميها ان هي تشالنج. ليه
علشان خاطر انا بتخيل ايديال، ايديال ده هو الانديكيتور اوف سكسس بالنسبه لي، هو ده الحاجه اللي بتقولي انا ناجح ازاي. فانا عشان اعمل ديزاين بيميت الريكويرمنتس بتاعه الليفنج بيلدينج تشالنج، انا بشغل حاجتين، بشغل الليفت برين بتاعي والرايت برين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا بعمل حاجه هي تكنيكالي ممكن اكون فكرت في حاجات فيها كتير جدا معقده عشان اخليها احسن حاجه في الدنيا، وفي نفس الوقت انا بستخدم الكرياتيفيتي بتاعتي وبكونسيدر الجمال بتاعها وبكونسيدر تاثيرها الايجابي على الانسان. فانا بستخدم الحاجتين، الدماغين الفصين بتوع دماغي، ان انا اطلع حاجه الكواليتي بتاعتها كويسه جدا زي ما قلت لكم ايديال، وهو ده الانديكيتور اوف سكسس بتاعنا. لو جينا شفنا هنا الطبيعي بتاعي ان في معظم الابروتشز بتاعتنا في المباني احنا دايما عايزين نقلل زي ما قلنا النيجاتيف انفيرمنتال افكتس. فلو انا بتابع الكود هلاقي نفسي ان انا النيجاتيف انفيرمنتال امباكتس قلت. طب لو جرين قلت، طب لو هاي بيرفورمنس قلت اكتر، طب لو سستينبل لا ده هي تقريبا زيرو. في الليفنج بيلدينج تشالنج بقى لا، احنا مش في الزيرو، احنا بنشوف ازاي البيلدينج بتاعنا يبقى ليه بوزيتيف انفيرمنتال امباكت على الانفيرمنت. فهنلاقي هنا ان الميتافور او التشبيه بتاع البروجرام نفسه، الفلسفه بتاعه البروجرام ده هو الفلاور، هي الورده. فاحنا لو جينا بصينا على الورده دي، اهي دي ورده، الورده دي ايه اللي بيحصل فيها؟ الورده دي هي rooted in place، هي موجوده في المكان بتاعها، مش بتروح تشو اوف بثقافه مش بتاعتها، وهي بتاخد كل الانرجي بتاعتها من الشمس، من الشمس، وكل المايه بتاعتها من الارض، والزياده بينزل تاني، وهي بتادابت على الكلايمت ومش بتطلع اي بولوشن، هي موجوده في الجاردن، هي جزء من integrated system زي ما قلنا. والاهم من ده ان الورده شكلها جميل. فالسؤال بقى بتاعنا وات اف، ماذا لو المباني بتاعتنا عامله زي الليفنج اورجانيزمز او الكائنات الحيه او الورده؟ لو المبنى بتاعي عامل زي الورده، كل الطاقه اللي بياخدها من رينيوبل ريسورسز، من مصادر متجدده للطاقه، وكل الميه بتاعته بياخدها من الارض اللي هو فيها او من السايت بتاعه لو ميه مطر او ميه ارض ابار يعني، وبيعالجها في السايت، ازاي يبقى نت زيرو ووتر؟ ازاي المبنى بتاعي في نهايه حياته اقدر اخد المواد بتاعته زي ما الورده دي كانت سماد للتربه بتاعتها، ازاي اقدر اخد المواد بتاعه المبنى بتاعي دي واعيد استخدامها مره اخرى؟ وزي ما قلنا الاهم من كل ده، ازاي بعد كل ده المبنى بتاعي ده يبقى شكله جميل زي الورده دي؟ فده مينلي الفلسفي بتاعه الليفنج بيلدينج تشالنج، وهي زي ما قلنا هي كومباينيشن بين الثلاث حاجات دول، هي فيلوسفي وادفوكسي وسيرتيفيكيشن. سيرتيفيكيشن هنا زي ما قلت لكم، لو هنقول انها سيرتيفيكيشن للمباني، المبنى بتاعي خد الشهاده بتاعت الليفنج بيلدينج تشالنج، يعني هو حقق الحاجات دي زي ما بنقول للي. بس لا، احنا عندنا الفيلوسفي اللي انا بلغتكم عليها او قلت لكم عليها بتاعت الورده دي، وفكره الادفوكسي بقى. ايه الادفوكسي دي؟ ان احنا ازاي نبقى كوميتد بان احنا نحقق الريكويرمنتس بتاعه الليفنج بيلدينج تشالنج، لدرجه ان احنا ممكن نبدا نغير في الكودز بتاعتنا، ازاي نقدر نغير في التراديشنز اللي احنا كلنا متعودين عليها في الشغل. الحقيقه يا جماعه زي ما قلت لكم بالاكسبيرينس بتاعتي، ان انا بعتبرها اكسبيرينس يعني على قد دي، اللي انا اكتشفته ان الادفوكسي دي هي اهم حاجه لازم تبقى موجوده في التيم اللي شغال على الليفنج بيلدينج تشالنج لو عايز يحقق. فكرة وجود تيم عنده الفلكسبيليتي وعنده الـ 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 يعني الناس عايزة فعلا تحقق حاجة زي دي regardless بقى كل التشالنجز اللي بتقابلها، ان هما يبقى عندهم الفلكسبيليتي ان هما يغيروا الطرق اللي هما متعودين عليها في الشغل من التراديشنال ويز، ان هما يدوروا على طرق مبتكرة. الكلام ده صعب جدا تلاقوه في تيمز موجودة دلوقتي، لان معظم الناس بتبقى عايزة تمشي بالطريقة اللي هي عايزة عارفاها ومش عارفه تخرج بره الكومفورت زون بتاعها. وزي ما احنا شايفين، انا لو حققت الثلاث حاجات دي انا فعلا هقدر احقق الهدف الاساسي بان انا ابدا اغير المجتمعات بتاعتنا. والميزه بتاعتها ان هي هوليستيك. يعني ايه هوليستيك؟ يعني انا مش بس بشوف البرفورمانس بتاع الانرجي بتاع المبنى اللي وفر لي طاقه، لا انا زي ما قلت انا بتكلم في الايكويتي. ايكويتي يعني المساواه،
ازاي المبنى بتاعي يكون بيساعد على المساواة بتاعة المجتمع بتاعي. ده ازاي ده هنشوفه. بنتكلم في البيوتي، في الجمال، وبنتكلم في الهيلث. هفتكر بعد كوفيد 19 موضوع الهيلث ده مهم جدا. وبرضو هي measured by outcomes، بمعنى ايه؟ انا ما عنديش تشيك ليست وببعتها وببعت دوكيمنتس وبقول يا جماعه انا عملت الحاجه وخلاص وبظبط ورقي وببعته. لا، it's measured by outcomes. ازاي الكلام ده؟ ان انا بيبقى عندي validated by performance برضه، ان انا بيجي لي auditor لازم يجي ويميك شور بعد ما المبنى يكون اوبريتد ب 12 شهر، بعد ما المبنى يشتغل ب 12 شهر بيجي لي اوديتور ويتاكد ان كل الديزاين دوكيمنتس بتاعتي اللي انا عملت لها سبميتنج هي فعلا عرفنا نحقق الريكويرمنتس بتاعتها. وفي نفس الوقت برضو فكره ان هي فيها ان انا دايما ببقى عايز اريموف الباريرز، فكره الكودز اللي عندي اللي بحاول اغير فيها. وده حصل في مشاريع كتيره جدا، ان هم كانوا عايزين يغيروا في الكود بتاع البلد نفسها علشان يبداوا يغيروا من الطرق التقليديه اللي ممكن يكون ليها طريقه سلبيه جدا على طريقه البناء بتاعتها. واخيرا فكره ان هي الستاندرد نفسه ده هو عباره عن دايالوج. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا هو مش حاجه ستريكت، لا هي حاجه بتيفولف مع الوقت بتتغير، لان احنا عارفين كويس قوي ان كل كلايمت ليه ظروفه وكل بلد ليها ظروفها وكل. فلو انا بتكلم في حاجه بتحاكي الطبيعه، فالطبيعي ان هي بتادابت مع السيركمستانسز بتاعتها. فعشان كده الستاندرد نفسه هو في زي جايد لاينز او زي ستراكشر، بس ات ذا سيم تايم هتلاقوا ان في دايما اكسبشنز او دايما في زي سبيشال رولز لمناطق معينه او كلايمت زونز معينه او سيركمستانسز معينه. من الحاجات اللي بتخوف الناس جامد قوي لما نيجي نقول بقى ليفنج بيلدينج تشالنج وذا موست ادفانسد والكلام الكبير ده، ان الناس بتخاف وتروح قايله لا ده الموضوع كده هيبقى غير. الجرين بيلدينج دي حاجه مكلفه. الحقيقه يعني التفكير ده هو تفكير الناس اللي بتبص تحت رجليها. خلينا واقعيين، زي كده لما نقول هشتري لمبه ليد وهشتري لمبه عاديه، اللمبه اللي دي هتوفر لي الانيشال كوست بتاعها بالنسبه للمبه العاديه هتبقى اكتر، بس هتبقى بتوفر لي. الفكر بتاع الار او اي، الريتيرن اون انفستمنت، انا لو بفكر ان انا هعمل حاجه واسيبها مش هفكر في فكر الريتيرن اون انفستمنت، لكن انا بفكر في حاجه وهشوف مكسبي ليها بعدين عامل ازاي. اكيد الكونسيدريشنز دي كلها بتتاخد في الحسبان. يعني هتلاقوا مثلا من ضمن الحاجات اللي عندي المهمه جدا فكره الانتجريتد بروجكت ديليفري. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ازاي التيم بيتجمع من البدايه خالص، كل الناس بتتجمع وبتشتغل بالانتجريتد بروسيس دي، الميكانيكال انجينير مع الاركتكت مع الالكتريكال انجينير مع البلومنج انجينير مع الووتر انجينير مع الكوست استيميتر اللي هو بتاع الكونتراكتور، يبقى معاهم خطوه بخطوه يشوفوا الحاجات دي. والله ده السيستم ده يعني بتحصل جدا في مشاريع كتير. الناس في الاول بتبقى اوبتيمستيك جدا وهنعمل وهنعمل وهنعمل، وبعد ما يخلصوا يجي بعد كده يشوفوا تمن الحاجه كام، لا والله ده الموضوع طلع غالي. رغم من ان الانفولفمنت بتاعه الكوست استيميتور دي لو هي موجوده فروم داي 1 وهو في الاول بيقول لهم بس خلي بالكم دي سعرها غالي، التيم هيبدا يفكر في الترناتيف وهيبدا يفكر في حلول ثانيه مش بعد ما يكونوا خلصوا وضيعوا وقت. فبالتالي هي البروسيس اللي بتضمن نجاح النجاح او بتضمن وصول الناس لان هي تحقق السيرتيفيكت دي او الابروتش ده. هي فكره ان ازاي الناس كلها شغاله مع بعض، وده صعب جدا وفي مجتمعاتنا للاسف صعب جدا. دايما احنا بنتعامل على ان المعماري ده هو الديزاينر الجامد اللي ما حدش يتكلم معاه. انا معماريه فمش بغلط في حد دلوقتي، احنا انا بتكلم للاسف الديزاينر ده بيبقى يعني ايه شايف نفسه ما حدش يتكلم معاه زي ما قلت لكم. والميكانيكال انجينير شايف ان هو دايما لا انا عايز الضغط بتاعتي مش عارف تبقى عامله ازاي، وبتوع العماره دول ما بيفهموش حاجه. وعامه الريليشن شيب بين ذا تيمز مش بتبقى ريليشن شيب، مش بتبقى كولابوريتيف ريليشن شيب. بحس ان دايما في مشاريع كتيره جدا دايما العلاقه علاقه ايميلات وسي سي هات ومين غلطان ومين مش غلطان. ف تو اتشيف This approach it requires a collaborative team قاعدين بيشتغلوا مع بعض بيوجدوا حلول محدش عملها قبل كده. الفاليو بقى بتاعت الليفنج بيلدينج تشالنج دي زي ما قلنا it's a proven performance. يعني انا زي ما قلت لكم هي مش عباره عن تشيك ليست،
لا ده في ثيرد بارتي او اوديتور بيجي يعمل القصه دي، اندستري ريكوجنيشن. المبنى اللي بيحصل على شهاده الليفنج بيلدينج تشالنج دي يعني بيبقى زي ما قلت لكم معروف، وبيحصل زي ميديا كفرج عنه وبيتعلن عنه كل سنه ان هو يعني من المباني الجرينست ان ذا وورلد. بالمناسبه انا اكتشفت ان انا في الاول عشان موضوع الباوربوينت ده يعني ما عرفتكوش انا ايه علاقتي بالانترناشونال ليفنج فيوتشر انستيتيوت دي. انا متطوعه معاكم من سنه 2014، كنت امباسدر ليهم هنا في مصر، ودلوقتي انا الانترناشونال فاكولتي بتاعه الميدل ايست، وفاوندد كايرو كولابوريتيف، وكانت هي اول كولابوريتيف في افريقيا وفي الميدل ايست. والحقيقه انا دايما بحب انشر الفكره بتاعه الليفنج بيلدينج تشالنج مش في مصر بس، انا يعني حاولت انشرها في اماكن كتيره جدا، في السعوديه وفي قطر وفي الامارات وفي الاردن، يعني حاولت انشر الفكر بتاع الليفنج بيلدينج تشالنج في اماكن كتير، والحمد لله وفقت ان انا عملت ريجستريشن لمبنى هنا في مصر وريجستريشن لمبنى تاني في السعوديه، بس هما الاثنين لسه ما خدوش السيرتيفيكيشن في المرحله لسه بتاعت اخذ السيرتيفيكيشن. وبس يعني انا حبيت برضو اعرفكم علاقتي بالكيان ده عباره عن ايه. فانا از ان امباسادور من ضمن الحاجات اللي انا بعملها التطوعيه ان انا بنشر العلم ده، عشان انا مؤمنه بيه جدا ومقتنعه بيه ان هو لو اتحقق فعلا او لو اتعمل هو ممكن يكون بيغير الطريقه بتاعتنا حاجات كتير قوي بشكل ايجابي، بشكل ايجابي. يعني من المميزات التانيه فكره الانفستمنت في الفيوتشر، ان انا ازاي بانفست في المستقبل. احنا عندنا هنا في مصر مثلا داخلين على فقر مائي، يعني اليو ان بتقول ان مصر على 2025 هتبقى بتعاني من فقر مائي شديد يعني. فانا لما المبنى بتاعي يبقى اوريدي معتمد على ان هو بيتريت مثلا الجراي ووتر بتاعته، وعنده جراي ووتر تريتمنت سيستم، وهي دي اللي بتعمل ري لللاندسكيب اللي حواليه، لما يجي بقى يحصل فقر مائي المبنى بتاعي هيبقى ريزيلينت كفايه ان هو يكوب مع التغيير ده. فدي احد انواع الانفستمنت بتاعت الفيوتشر. للاسف البني ادمين عامه بيبقى صعب بالنسبه لنا يعني ان احنا نفكر في الفكره دي بشكل كبير. بنتعلم كتير قوي بالصدمات، يعني موضوع جلوبال كلايمت تشينج ده احنا ممكن ما نكونش حاسين بيه قوي، بس لما يجي نفكر ان ده يعني للاسف هيبقى تاثيره سلبي جدا على اولادنا، يعني لو اي حد فيكم عنده في حياته طفل هو اول واحد هيتضرر بموضوع الجلوبال كلايمت تشينج. وانا حاسه احنا يعني لو في مجال البناء البيلدينجز هي ممكن تكون متاثر بنسبه 40% في الانبعاثات بتاعت ثاني اكسيد الكربون، فاحنا مسؤولين بشكل كبير قوي على تغيير الطرق بتاعتنا التقليديه اللي بنبني بيها. وفكره ان انا برايورتايز البيبل، ان انا بحط ان الناس عندي اهم، لان زي ما قلت لكم الريتنج سيستم ده او السيرتيفيكيشن دي هي هوليستيك، هي ازاي بتحافظ على صحه الانسان وازاي بتحافظ على الراحه بتاعتهم والسعاده بتاعتهم. يعني عندنا من الريكويرمنتس فكره الهيلث اند هابينس، السعاده بتاعت الانسان. زي ما انتم شايفين ده روجر بانستر. روجر بانستر سنه 56 كان معروف قبلها ان ما فيش حد يقدر يجري ال 1 مايل الميل الواحد في اقل من 4 مينتس. هو عمل السكور ده، كسره، عمل فيرست 4 مينتس مايل، عمل اقل يعني كسر السكور ده في سنه 56. بعد اللي هو عمله ده ب 44 يوم بالظبط 44 دايز، هاي سكول ستودنتس عرفوا يكسروا السكور. طيب ايه اللي عمله روجر بانستر؟ هو عمل حاجه اسمها بارادايم شيفت، هو غير المسلمات اللي كلنا ممكن نكون شايفينها، فبالتالي الناس ايه ده في حد عمل كده فانا هقدر اعمل كده. فهو this is the case بقى. الليفنج بيلدينج تشالنج هي اتعملت واتعملت في مشاريع كتير جدا. يعني حاجه ممتازه جدا بصعوبتها دي، احنا عندنا اكتر من 23 ليفنج بيلدينج وعندنا 30 بلس. الارقام دي المفروض انها زادت، يعني 30 بلس ابديت يعني سيرتيفايد، وعندنا 62 زيرو انرجي بيلدينج، وده بالنسبه للتشالنجز اللي بتبقى موجوده في تحقيق الليفنج بيلدينج تشالنج يعتبر يعني ارقام كبيره. وعندنا اكتر من 605 بروجكت ريجسترد لسه هتاخد الشهاده في مرحله لسه السيرتيفيكيشن. من الحاجه اللي انا براود منها قوي ان مصر متلونه. وده بيتم بقى في كل على جميع انحاء العالم، سواء بقى اوفيس بيلدينج، سواء مثلا مبنى ريزيدنشال، في كل الكلايمت زونز
يعني ايا كان المناخ، في عندنا ليفنج بيلدينجز عرفت تادبت على ايا كان المناخ. ما ينفعش مثلا نقول الكلام ده ما ينفعش في الاريد كلايمت، او ما ينفعش يبقى في مثلا المواعيد بيوت معينه، لا هي بتادبت على كل انواع المباني. والحقيقه احنا جينا في 2019 فكرنا ان احنا هاو دو وي جو فروم possible تو سكيلبل. خلاص احنا عملنا يعني وي سيرتيفايد، عملنا كسرنا الحاجز زي روجر بانستر كده، واثبتنا ان ممكن المبنى بتاعي يبقى نت زيرو انرجي ونت زيرو ووتر، ويحقق كل الحاجات اللي ممكن تكون تشالنجينج بالنسبه لنا دي. بس الارقام دي بالنسبه للي احنا رايحين له في جلوبال كلايمت تشينج مش كفايه خالص. فاحنا بدانا نفكر ازاي بقى من بوسيبل لسكيلبل، ازاي نكتر عدد المباني دي. عشان كده نزلنا فيرجن جديده في 2019 سميناها ليفنج بيلدينج تشالنج 4.0، بعد ما كانت الفيرجن الموجوده كانت 3.1. طيب متقسمه بقى ازاي الليفنج بيلدينج تشالنج دي؟ هتلاقوا ان احنا الناس اللي فاميليير بالجرين بيلدينج ريتنج سيستمز، انا بس عايزه اسالكم حاجه على الشات. مبدئيا بس كنت حابه اعرف قبل ما ادخل في النقطه دي، احنا معانا حد 26 حد دلوقتي، عايزه اعرف على الشات احنا كلنا من انهي كونتريز او من انهي بلد؟ فاستاذنكم لو كل حد بيكتب بس هو من انهي بلد؟ كلكم. طيب انا عايزه اسال حاجه، هل احنا كلنا فاميليير بالليد ريتنج سيستم؟ يعني نكتب يس او نو. هل الليد في ناس هنا عارفه عن عالم الليد ريتنج سيستم او درسته او كده؟ نكتب بس يس او نو عشان نشوف السيميلاريتيز بين التو ريتنج سيستمز. معظم الناس اللي ردت لحد دلوقتي قالت يس، بس في ناس قالت نو. نو اوكي، ناس كتيرة قالت نو. طيب تمام، الليد زي ما قلنا هو سيرتيفيكيشن للمباني، وهنلاقي ان معظم الجرين بيلدينج سيرتيفيكيشنز بتتكلم على الووتر، ازاي نوفر ميه، الانرجي، ازاي نوفر طاقة، الماتيريالز، ازاي المواد بتاعتنا مثلا تبقى مواد صحية او لوكال ماتيريالز. ولكن زي ما قلنا الليفنج بيلدينج تشالنج هي هوليستيك جدا، فهي فيها حاجات فيري سبيشال زي مثلا الهيلث اند هابينس، الصحة والسعادة بتاعت الإنسان، زي الإيكوتي، زي المبنى يكون بيساعد على وجود مساواة في المجتمع، أو البيوتي، الجمال، زي المبنى بتاعنا يبقى جميل. مفيش ريتنج سيستمز بتتكلم في البيوتي زي الليفنج بيلدينج تشالنج، أو هي كانت أولها، وبعدين مؤخرا اللي لقيت إن هو بدأ يتكلم على حاجة شبه البيوتي كده شوية، بعض الريتنج الثانية، بس هي كانت أول حد يجيب البيوتي. فالليفنج بيلدينج تشالنج متقسمه ل7 باتلز، 7 باتلز. الباتل دي اللي هي الايه، زي الورقه اللي هي صغيره بتاعت الورده دي، الورقه الصغيره دي اسمها باتل. فانا عندي 7 باتلز، فهو ده نيلي التقسيمه بتاعتها: بليس، ووتر، انرجي، هيلث اند هابينس، ماتيريالز، ايكويتي، وبيوتي. وهتلاقي الباتلز دي متقسمه لسب باتلز بنسميهم امبيراتيفز. الامبيراتيفز دول لو جينا شفناهم كده عديناهم مجموعهم الكلي 20، تمام؟ فكل باتل يعني دي البليس، دي مجموعه الامبيراتيفز اللي فيها. طيب النهارده هنعمل ايه؟ احنا هناخد فيري كويك اوفر فيو على كل امبيراتيف في كل باتل، علشان نعرف تقريبا احنا ايه الحاجات اللي هتبقى مطلوبه مننا عشان نحقق الشهاده دي، او الريكويرمنتس بتاعت الشهاده دي. برضو عندي 4 تايبولوجيز حسب لو المبنى جديد او اكزيستنج او انتيرير او لاندسكيب اند انفراستراكشر. فحسب نوع السيرتيفيكت انا بشوف الريكويرمنتس بتاعتي. وعندي نوعين من السيرتيفيكتس تبع الليفنج بيلدينج تشالنج، حاجه اسمها ليفنج سيرتيفيكيشن وحاجه اسمها باتل سيرتيفيكيشن. من الحاجات المهمه اللي انا عايزه اقول لكم عليها برضو، هتلاقوا هنا شايفين الدايره الخضراء الصغيره دي، الدايره الخضراء الصغيره دي كده، ده معناها ان الامبيراتيف ده اسمه كور امبيراتيف، تمام؟ عشان احنا هنفهم ايه هو الكور ده قريب، فده اسمه كور امبيراتيف. مجموع الكور امبيراتيفز لو جينا شفناهم هنلاقي ان هم 10 امبيراتيفز، تمام؟ طيب خدنا الفور تايبولوجيز. الليفنج سيرتيفيكيشن ده اللي هو المبنى اللي زي ما قلت لكم اللي بنسميه ذا جرينست ان ذا وورلد، لو حقق ال 20 امبيراتيفز اللي قلت لكم عليه، ال 7 باتلز، 20 امبيراتيفز لو حققهم كلهم بنسميه الجرينست ان ذا وورلد، اكتر مبنى اخضر في العالم. الباتل سيرتيفيكيشن بقى انا بحقق فيها الكور امبيراتيفز اللي عليها العلامه الخضراء دي، وبختار حاجه من الثلاثه، يا الووتر يا الانرجي يا الماتيريال باتل على بعضها، فده بيبقى اسمه باتل سيرتيفيكيشن.
البليس بقى اللي هي اول باتل عندي، هتلاقوا ان انا البليس فيها اربعه امبيراتيفز، منهم اثنين كور. البليس الهدف بتاعها ان انا اعمل ازاي ريستوري للهيلثي ريليشن شيب بتوين النيتشر بتاعت البليس والكوميونتي، ازاي اعيد علاقه الانسان بالمكان اللي هو موجود فيه. الناس الكتيره اللي موجوده في مصر، افتكر انتوا يعني لو مش عايشين مثلا في كومباوند وعايشين في عمارات عاديه، اكيد حسيتوا مثلا في الوقت بتاع كوفيد قد ايه احنا كنا محتاجين ان احنا ازاي نقدر نخرج من غير ما نحس بقلق، ازاي ممكن نقدر نشوف طبيعه، ازاي نقدر ننزل نتمشى من غير ما نشم تراب، من غير ما نحس ان المكان مش نظيف او نحس ان الدنيا زحمه. هو طبعا ايام كوفيد ما كانتش الدنيا زحمه قوي، بس فكره علاقتنا بالمكان، افتكر ان احنا بدانا نشوف او بدانا نركز في المكان اللي احنا موجودين فيه لاننا قعدنا فيه وقت طويل قوي. واعتقد ناس كتيره بدات تفكر ان المكان بتاعها ده لو كان فيه شويه مقومات تانيه كان ممكن يكون هو مبسوط اكتر او مرتاح اكتر. فالامبيراتيفز دي لو جينا خدنا اوفر فيو سريع جدا عنها، هنلاقي ان من اول الحاجات اللي فيها هي فكره الايكولوجي اوف بليس، ودي ليها علاقه بان انا ازاي اقلل. لو جينا شفنا هنا هنلاقي ان الاخضر ده هي الاماكن اللي الانسان ما حطش رجليه فيها، والاحمر هي الاماكن اللي سوري الدارك بيربل ده هي الاماكن اللي الناس يعني ايه يعني هتلاقوا القاهره باللون ده يعني فيري كراودد. فاحنا بنقول في الايكولوجي اوف بليس ان احنا ازاي عايزين نحافظ على الاماكن اللي ما اتبناش فيها مباني قبل كده، نحافظ عليها خضره او مش خضره يعني نحافظ عليها زي ما هي. هنقلل من الفوت برنت بتاع الانسان. فزي ما قلت لكم كده ان احنا ازاي ممكن نعيد علاقه الانسان بالهابيتات اللي موجوده. من ضمن الحاجات برضو التانية اللي موجودة في البليس فكرة الاربن اجريكولتشر. ايه الاربن اجريكولتشر دي؟ هي الزراعة. انا ازاي المبنى بتاعي كاستراتيجي بقى عشان احقق النقطة دي اكون زارع حوالي فروتس اند فيجيتابلز مثلا او هيربس، نباتات، فاكهة، خضار، اعشاب، ازاي ده يكون موجود في كل مبنى موجود عندي. من ضمن المشاريع اللي عملت حاجه زي كده، في عندي بريتش سكول. بريتش سكول دي موجوده في سياتل في واشنطن. بريتش سكول يعني 35% من الاكل اللي عندها في الكافيتيريا بيجيبوه من السايت بتاعها، والحقيقه دي بتبقى تجربه لطيفه جدا لان الولاد نفسهم اللي بيبقوا في المدرسه بيتعلموا ازاي يزرعوا وازاي ياخدوا المحاصيل دي ويتعاملوا معاها، يعني هي بتبقى زي educational process ليهم اصلا. برضو ده تاني مثال للأربن أجريكولتشر. عندنا فانكوفر كونفنشن سنتر، ده موجود في بريتش كولومبيا. ناس كتيرة جدا بتحب تروح الكونفنشن سنتر ده جاست عشان تاخد الديزيرتس، الحاجات الحلوة اللي في المطعم اللي تحت اللي جايبينه من العسل اللي لسه يعني اللي فيه عسل اللي لسه جايبينه من المبنى نفسه. من الحاجات التانية برضو فكرة الهيومن سكيلز ليفنج. يعني ايه الكلام ده؟ انا ازاي هخلي الانسان بيتحرك في المبنى بتاعي، ازاي احمسه ان هو يتحرك؟ فمن ضمن الحاجات ان انا مثلا اساعده لو هو جايب عجله يبقى عندي باركينج فاسيلتيز للعجل، عندي راكس للعجل مثلا، عندي شاورينج فاسيلتيز، عندي دش، الناس حتى جايب العجل بقى وعايز يعني ياخد دش قبل ما يبدا اليوم بتاعه فالدش يكون موجود. من الاستراتيجيز الثانيه برضو هي الديزاين بتاع الستير، التصميم بتاع السلم نفسه. السلم ده مثلا احد السلالم بتاعه البوليت سنتر اللي موجوده في سياتل في واشنطن. البوليت سنتر ده من المباني اللي محققه كل الريكويرمنتس بتاعه ليفنج بيلدينج تشالنج، وده الهيد كوارتر بتاع الانترناشونال ليفنج فيوتشر انستيتيوت اللي موجوده في سياتل. والسلم بتاعهم مسمينه ذا ايرريزيستبل ستير، يعني السلم الذي لا يقاوم. يعني انا لما بشوفه انا عمري ما هفكر اروح اخد الاليفيتر، لا انا كل اللي بفكر فيه ان انا اخد السلم عشان الديزاين بتاع السلم جميل جدا وفي داي لايت وانا طالع بشوف الفيو بتاع السيتي مع شجر. الحقيقه انا كنت بتكلم عن البوليت سنتر ده زي ما قلت لكم من 2014 لحد 2018 وما كنتش زورته، بس لما رحت زورت المبنى انا ساعتها فهمت يعني ايه ليفنج بيلدينج. فالحقيقه التجربه كانت جميله جدا، وشفت يعني ايه الريزيستبل ستير. ودايما بحب احكي القصه دي ان وانا داخله المبنى الباب كان ورايا بيتقفل بالراحه قوي، فانا اللي هو عايزه امسك اكره الباب واقفلها يعني عشان هسيب الباب مفتوح مش هسيب لهم الباب مفتوح، فبشد الباب كده بالراحه. فاللي كانت بتعمل معايا التور قالت لي لا سيبيه علشان المبنى السنسورز بتاعته بتقول ان هو محتاج فريش اير،
فعشان هو محتاج فريش اير، هو بيقفل بالراحه علشان يسمح لاكبر كميه فريش اير انها تدخل المبنى. فانا ساعتها حسيت يعني ده ليفنج بيلدينج فعلا، ده مبنى هو حاسس ان هو محتاج فريش اير. دي سنسورز وذيس از تكنولوجي وكل حاجه، بس ازاي التكنولوجي في الاخر اترجمت لان المبنى ده بقى بيأدابت جدا على الكلايمت كده، وبيحافظ بشكل كبير جدا على الكومفورت او الثيرمال كومفورت، الراحه الحراريه بتاعت الناس اللي جواه. هندخل على الباتل الثانيه اللي هي الووتر. هنرجع تاني الووتر اللي هي الميه، نتكلم في نت زيرو ووتر او نت بوزيتيف ووتر اللي احنا قلنا عليها. يعني ايه؟ يعني ازاي الميه بتاعتي 100% منها بتتعالج، بتتاخد من السايت وبتتعالج في السايت. البوليت سنتر ده كده، لدرجه ان انا يعني كانت الناس بتحتفل من 3 سنين ان هم غيروا حاجه في الكود، ان هم كمان قدروا يشربوا من ميه المطر. ف100% من الميه اللي بيستخدموها هي بيستخدموها من ميه المطر، و100% بتتعالج في السايت. فهم توتالي ديسكونكتد بشبكات الري والتغذيه، سوري الصرف والتغذيه. وهتلاقوا عندنا هنا كور امبيرتيف برضه اسمها ريسبونسبل ووتر يوز. دي بقى لو انا المبنى بتاعي هياخد الكور امبيرتيف هنا، فانا هنا بقى ايه مش بتكلم في 100%، انا هنا بتكلم لو المبنى جديد نيو بيلدينج هتبقى 70% 50%. طب لو المبنى اكزيستنج يبقى اعمل بس 30% من الووتر سيفنجز. هي دي اللي بقول لكم الادفانتج الكبيره جدا في وجود الكور، لان احنا لسه في البدايات. فده يعني اعتقد دي الكور دي هي الفيرست ستيب بتاعتنا هنا في المباني، في معظم المباني في الميدل ايست. هنلاقي بقى المايه زي ما قلت لكم بجميع انواعها، سواء ستورم ووتر، ميه مطر، جراي ووتر، المايه اللي طالعه من الاحواض بنسميها جراي ووتر، او البلاك ووتر هي المايه اللي طالعه من التويلتس. الثلاثه لازم يتعالجوا في السايت. طبعا لما اقول لحد احنا هنعالج البلاك ووتر بتاعتك في السايت، الناس هتبدا تحس بقى لا ده احنا هنخش في قصه ثانيه والموضوع يعني ايه هيبقى صعب جدا. طب هل ده اتحل؟ هنشوف دلوقتي في مثال من الامثله. وهتلاقوا هنا دي الخريطه اللي بتقول الستريس ماب بتاعه البلاد اللي هي معرضه لفقر مائي، وهتلاقونا في مصر من البلاد دي بشكل جدا، خاصه بعد موضوع سد النهضه. هتلاقوا من الامثله بتاعه المباني اللي خدت يعني حققت النت بوزيتيف ووتر، مبنى اسمه اوميجا سنتر، ده موجود في نيويورك في امريكا. اوميجا سنتر ده بيجي له كل سنه 23,000 طالب. ال 23,000 طالب دول كل المايه اللي بياخدوها بياخدوها من السايت وبتتعالج في السايت. فلما نيجي نقول البلاك ووتر والجراي ووتر بتاعت المبنى بتتعالج في السايت، هتلاقوا ان من جمال المبنى في ناس يعني بتبراكتس يوجا في المكان. فالموضوع يعني زي ما انتم شايفين، لا يعني وي كونسيدر ذا بيوتي بتاع المكان. يعني الانرجي طبعا من اهم الحاجات اللي بتاثر على الكوست بتاع المبنى بشكل كبير جدا. وهتلاقوا هنا احنا بنتكلم في ازاي نعمل نت بوزيتيف كاربون ونت زيرو انرجي بيلدينجز. وزي ما احنا قلنا في الاول، المباني عندنا بنسبه 41% ممكن تكون بتاثر على موضوع جلوبال كلايمت تشينج اكتر من الترانسبورتيشن، من العربيات والمواصلات كلها، واكتر من الاندستري. من المباني اللي هو البوليت سنتر تاني، هناخده في مثال تاني. المبنى ده موجود في سياتل، وهي اقل الولايات اللي في امريكا اللي بتشرق فيها الشمس. هو واحد بيعمل نت بوزيتيف انرجي، هو بيطلع انرجي زياده 5% زياده عن اللي هو بيحتاجه كل سنه من البي في بانلز والجي ثيرمال انرجي. فزي ما انتم شايفين ده اتحقق، وهو موجود في اربن زون، في مكان يعني اربن عادي جدا، الناس ممكن تكون يعني يعني مدينه عاديه، ما هوش مثلا حتى سهل تنفيذه. فهو اتعمل وتحقق، وناس كتيره جدا بتحب تيجي وتتعلم منه، وبداوا يكرروه في كذا ولايه ثانيه موجوده في امريكا وورلد وايد. برضه بقى في كذا مبنى حاصل على الفول سيرتيفيكيشن زي البوليت سنتر. هنيجي بقى للباتل بتاعه الهيلث والهابنس، الصحه والسعاده. زي ما قلنا بعد كوفيد لما نيجي نتكلم في الصحه والسعاده، الموضوع ده بقى مهم جدا. فكره الكواليتي بتاعه الاندور اير، الهواء بتاعي، ومش بس كده، فكره ان انا ازاي، ده سؤال العالم كله بيساله دلوقتي، هاو تو ميك ذا انفيزبل فيزبل، ازاي الحاجه اللي انا مش شايفها ازاي هقدر اشوفها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا كنا متجنين وقت كوفيد،
وكلنا عمالين بنستخدم كمية رهيبة من الكلور والمطهرات والكحول عشان احنا مش شايفينه. فاحنا بقى بنتكلم ازاي المباني بتاعتنا تكون بتعرف تمونيتور الكواليتي بتاعت الهواء اللي موجود ده، ازاي الكواليتي بتاعت الملوثات لو هي موجوده، او الكواليتي بتاعت في حاجه اسمها عندي بي او سيز، هنعرف عنها فكره دلوقتي، اللي هي اختصار لكلمه فولتايل اورجانيك كومباوندز. الحاجات دي اللي هي كلها بتاثر بشكل سلبي جدا على صحه الانسان، وبتقلل جدا بشكل كبير جدا من المناعه بتاعته، فبتخليه معرض للامراض. ازاي الكلام ده كله هبدا احسنه؟ ازاي اخلي الناس الانتيريور سبيسز بتاعتها من حاجات من ماتيريالز هيلثي؟ ازاي اخلي في اكسس لنيتشر للناس، فالناس لما تبقى قادره يبقى ليها اكسس لنيتشر. احنا طبعا فهمنا ده معناه قوي في كوفيد، يعني انا عندي في المكاتب اللي فيها اماكن اوت دور هم قدروا يعني يرجعوا الناس ويقعدوهم في الاوت دور فترات معينه في اليوم. فالكلام ده كله اعتقد دلوقتي الفاليو بتاعتها حسينا بيها جدا. ده الفولتايل اورجانيك كومباوند اللي انا بقول لكم عليه، اللي هو اختصار للفي او سيز. الفي او سيز دي يا جماعه احنا مش بنشوفها كلمه اورجانيك، دايما احنا بنحس حاجه اورجانيك يعني دي حاجه هيلثي وجميله، ولا هي مش كده خالص. هي بتتطاير، بتبقى بقى بتيجي منين؟ ممكن تيجي من البينس اللي موجود في الحيطه، ممكن تيجي من السجاد، ممكن تيجي من الدهان على الاسطح، الادهيسيفز الحاجات اللي بلزق بيها، الاخشاب. الكلام ده كله بيطلع الكيميكلز المتطايره دي، واحنا بنستنشقها، وتاثيرها السلبي على صحتنا حسب الكونسنتريشن بتاعتها وحسب انواعها وضررها علينا، بيبدا من اول الصداع، وان انا حاسس ان انا عيني فيها مشكله ومش وزوري واجعني، لحد لا قدر الله ان هو ممكن يوصل للكانسر. افتكر في حاجه احنا كلنا سمعنا عنها قبل كده، او يعني حسينا بيها، ان في اماكن معينه اول ما بنروحها بنحس ان احنا عيانين ومبنبقاش فاهمين ليه. انا كل ما اجي المكان ده بحس ان انا مش مرتاح، بحس ان انا تعبان، بحس ان انا، دي بنسميها ظاهره الاس بي اس سيك بيلدينج سيندروم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لما بدخل المكان ده بحس ان انا مش مرتاح. من ضمن الحاجات اللي بتحسس الانسان بشكل كبير بالقصه دي هي فكره الجي او سي الانفيزبل اللي انا مش شايفها، بس انا لو عندي مونيتور موجود في المكان يقول لي نسبه الجي او سيز عامله ازاي، او الكواليتي بتاع الهواء اللي موجود ده، او الكونسنتريشن بتاعت الكربون دايوكسيد او الكربون مونوكسيد والكلام اللي موجود ده في المكتب بتاعي او في البيت بتاعي قد ايه، ساعتها it will make sense. اما اعرف ان السي او 2 بتاعي عالي، فانا ممكن اكون عامل ديزاين للسيستم ان هو يبدا يدخل فريش اير، ممكن يعمل لي الارم اروح افتح الشباك ادخل فريش اير، وهكذا. فده اللي انا بقول لكم عليه، فكره ان انا ازاي اقدر استعمل التكنولوجي اللي موجوده دلوقتي، ان انا ازاي المكان بتاعي ادابت مع الـ 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 الحاله بتاعتي ومع الصحه بتاعتي بشكل ايجابي. من ضمن الحاجات التانيه اللي انا قلت لكم عليها فكره الاكسس تو نيتشر، ان انا ازاي ابقى ليا اكسسبيلتي على الطبيعه. هنلاقي مثلا الكونسبت بتاع البايوفيليا. البايوفيليا هي الهيومن نيتشر ريليشن شيب، او احتياج الانسان للطبيعه. اللوك داون اللي حصل لنا افتكر احنا كلنا حسينا قد ايه احنا محتاجين نخرج، قد ايه احنا محتاجين نشوف البحر، قد ايه احنا محتاجين نشوف الطبيعه لو احنا ما كانش لينا اكسس على الحاجات دي. والدراسات بتقول ان احنا كل ما بقى لينا اكسس على الطبيعه اكتر، كل ده ما بيحسن في ان احنا ممكن نروح، يعني لو حد في مستشفى يقعد في مستشفى اقل، لو حد بيشتغل في شغل البرودكتيفيتي بتاعته اعلى. هتلاقي ان يعني في ايجابيات كتيره جدا، والعلم بيثبت ده يوم بعد التاني، ان الطبيعه ليها تاثير ايجابي جدا علينا. من اكتر الباتلز التشالنجينج هي الماتيريال باتل. الماتيريال باتل هنا احنا بنتكلم في حاجات هي مش سهل ان احنا نلاقيها، منها مثلا الريسبونسز الماتيريالز الريد ليست. هناخد فكره بسرعه جدا على موضوع الريد ليست ده. احنا هنلاقينا في الليفنج بيلدينج تشالنج ان انا عندي اكتر من 777 كيميكال ليهم تاثير سلبي على صحه الانسان موجودين في البيلدينج ماتيريالز اللي موجوده. احنا دايما بنتكلم في فكره الوقايه خير من العلاج، علشان كده احنا عملنا ليست بكل الكيميكالز دي. لو اي مبنى عايز يبقى ذا جرينست ان ذا وورلد، يحقق كل السيرتيفيكيشن، ما يبقاش فيه اي من الكيميكالز اللي موجوده في الريد ليست دي. وزي ما احنا بنطلب ان الاكل بتاعنا عايزين نعرف هو فيه ايه، احنا فكروا كده، احنا بنستنشق
كام لتر هواء في اليوم، وبناكل ونشرب كام لتر ميه واكل في اليوم. هتلاقوا ان ده اضعاف ده، وهتلاقوا ان احنا محتاجين نعرف الكواليتي بتاعه الهواء اللي بتبقى طالعه بقى زي ما قلت لكم من كل حاجه اكتر من الاكل والشرب. علشان كده الـ IFI او الانترناشونال ليفنج كيتشن انستيتيوت طلعت ترانسبيرنسي ليبل سميناه ديكلير ليبل. زي ما انتم شايفين الليبل ده شكله بسيط جدا، اي حد يعرف يقراه، بيتكلم عن اسم البرودكت والكومباني بتاعته، وبيتكلم عن اللايف اكسبكتنسي بتاعته، وبيتكلم عن الانجريدينتس اللي موجوده اللي فيه، وهل هو في ريد ليست من الريد ليست ولا لا، وهكذا. فكاني ببدا اعرف الناس او افهم الناس اهميه ان هم يبداوا يطلبوا يعرفوا ايه هي المكونات بتاعت اي برودكت موجود في المبنى بتاعهم، علشان ده بيأثر بشكل كبير جدا على صحتهم. من ضمن الحاجات اللي عندنا اللي موجوده زي ما قلت لكم فكره الليفنج برودكت تشالنج، ان انا دي سيرتيفيكيشن برضو بس للبيلدينج برودكتس او اي برودكتس عموما. الايكوتي بقى اللي هي المساواه، ازاي المبنى بقى، احنا قعدنا نقول ازاي المبنى بيساعد على المساواه. فهنلاقي من ضمن الحاجات المهمه جدا فكره اليونيفرسال اكسس، يعني مثلا الجيتد كوميونيتيز الكومباوند دي مش من ضمن الحاجات اللي ينفع تو بي سيرتيفايد. ان انا ما ينفعش او مش من حقي ان انا ابدا احرم حد، لو انا عندي جاردن، لو انا عندي حاجه طبيعيه، ان انا احرم حد ان هو يدخل ويستمتع بيها زيه زي. ففكره البابليك اكسس رول مش من حق حد ان هو يمنع حد ان هو يقدر يستمتع باي فراغ معين او اي يعني خدمه معينه فيها حاجه زي كده. زي ما انتم شايفين برضو السبيس ده، هتلاقوا لو ام معاها سترولر هتعرف تمشي فيه، لو حد بعجل هيعرف يمشي فيه، لو حد هانديكاب هيعرف يمشي فيه، لو طفل صغير هيعرف يستمتع بيه. فكره ازاي ان انا ابدا اعمل كرييشن لاماكن اي حد ريجاردلس بقى الفيزيكال ديسابيلتي بتاعته، السوشيال ستاندرد بتاعه، وات ايفر، هو هيعرف يستمتع في الفراغ زيه زي غيره. ازاي اعمل المساواه دي؟ مش احنا اعتقد يعني من الحاجه اللي الواحد بيتضايق منها ان دلوقتي بقى في مصر لازم علشان خاطر اماكن معينه ندخلها، لازم الاول ندخل على الفيسبوك جروب بتاع الاماكن دي ويدخلوا يشوفوا البروفايل بتاعنا عشان يتاكدوا ان احنا من ستاندرد معين عشان يدخلونا الاماكن دي. فاحنا الحمد لله يعني ايه، للاسف تعدينا الفكر ده يعني مش عارفه اقول ايه. برضه من ضمن الحاجات التانية فكرة الـ worker happiness، سعادة الموظفين. احنا لو جينا فكرنا كده، فكرة ان انا لما ابقى حريص على ان الناس اللي جوه المكان تبقى سعيدة ومرتاحة، ده هيأثر عليا بشكل كبير جدا على الـ productivity بتاعتي. وامريكا اكتشفوا ان هم كل سنة بيخسروا billions of dollars كل سنة بس بسبب ان كل الناس مش مرتاحة مع الـ direct manager بتاعها. فازاي بقى هبدا اعمل المساواه في الشركه بتاعتي بشكل يخلي الموظفين قادرين يشتغلوا بشكل مريح؟ طب ايه علاقه ده بقى بالسيرتيفيكيشن؟ زي ما قلنا احنا وي ار ترانسفورمينج اور كوميونيتيز. من ضمن الريكويرمنتس بتاعه السيرتيفيكيشن ان الشركه اللي هتيجي تو اوف ذا ديزاين تيمز، تو كومبانيز اوف ذا ديزاين تيمز اللي شغالين على المشروع، يبقى معاهم حاجه اسمها جاست ليبل. ايه الجاست ليبل ده؟ ده سوشيال جاستس ليبل موجود يعرف ان ازاي الشركه دي بتعامل الموظفين بتوعها. فهتلاقوا في الجاست ليبل ده بيتكلم في الدايفرستي اند انكلوجن، ازاي بيبقى فيه دايفرستي، فكره البنفيتس اللي اي حد بياخدها زي الهيلث كير، زي الكونتينيوينج اديوكيشن، الايكوتي، الستيوردشيب، مميزات كتيره جدا او بوليسيز كتيره جدا ازاي الاتش ار بيخليها في الـ في الـ في, الـ في طريقه التعامل مع الشركه نفسها. والجاست ليبل ده هو يعني ابروفد باي ليد ريتنج سيستم والويل ريتنج سيستم. برضو من ضمن الحاجات اللي هي الاخر باتل عندنا هي البيوتي باتل. البيوتي باتل هنا بنتكلم في حاجتين، في البيوتي اند بايوفيليا والاديوكيشن والانستيشن. فهتلاقوا في البايوفيليا او البايوفيليك ديزاين، هو في عندي العلم بتاع البايوفيليا ده في بايولوجيست اسمه ستيفن كيلرد. ستيفن كيلرد ده يا جماعه في سنه في الثمانينات، في اوائل الثمانينات بدا يطلع العلم بتاع البايوفيليا، وجي بعديه سوري ده اسمه اي او ويلسون البايولوجيست. بعديه جه ستيفن كيلرد بدا يشوف يربط العلم بتاع البايوفيليا او علاقه الانسان بالطبيعه دي، يربطها بقى بالبيئه المبنيه، بالبيلت انفايرمنت، بالمباني بتاعتنا. ان انا ازاي في المبنى بتاعي هخلي الانسان يقدر يبقى كونكتد بالطبيعه.
زي مثلا وجود جرين فيتشرز، زي وجود نوافير. بس هل الموضوع بيختصر او بيقفل على كده؟ لا، ستيفن كيلر طلع فوق ال70 اتريبيوت زي ما انتوا شايفين كده، واللي من المفروض الريكويرمنتس بتاعتهم ان انا عشان اتشيف الليفنج بيلدينج ان انا بعمل ورك شوب مع الديزاين تيم اسمها بايوفيليك ديزاين ورك شوب. ازاي الديزاين تيم ده يبدا يحقق الريكويرمنتس بتاعه البايوفيليك ديزاين، ويحاول يشوف الحاجه و70 اتريبيوت دول ازاي هنبدا نحققهم في المبنى بتاعنا، ازاي هوصل الحاجات دي بالنسبه للمكان. فلازم ابقى قادر اربط البليس بتاعي بالمبنى بتاعي علشان اعرف اوصل علاقه، اوصل الانسان من هو يبقى كونكتد بالطبيعه. الحقيقه البروسس دي من يعني موست انترستنج يعني ورك شوبس اللي بحب اعملها ساعه لما بنيجي نشوف ليفنج بيلدينج، ان احنا نقعد بقى ونعمل بايوفيليك ديزاين ورك شوب. دي بتبقى من اكتر الحاجات اللي انا ببقى انترستد فيها جدا. والحقيقه الاوتبوت ديزاين اوتبوت بتاعها بيطلع لنا دايما افكار مش تراديشنال، وهي دي اللي بتامباكت بقى البيوتي اللي انا بقول لكم عليه اللي بيبقى موجود في المبنى. هتلاقوا برضو فكره الانسبيريشن الاديوكيشن بقى، فكره ان انا ازاي عملت المبنى بتاعي، مش هحتكر بقى المعلومات عشان محدش يقلدني ومحدش يعرف سر الخلطه والقصص دي، لا انا ازاي بقى هسبريد الاويرنس ده، ازاي هعرف الناس ان انا عملت الكلام ده، وازاي هوريهم التجربه بتاعتي عن طريق ان انا مثلا ممكن اعمل انيوال بابليك داي، اعمل فيزيت جرين بيلدينج تور، الناس تيجي تشوف المكان وتتعلم فيه، ازاي اعمل ويب سايت يعلم الناس ازاي المبنى بتاعي ده موجود. هتلاقوا البولت سنتر اللي انا كل شويه احكي لكم عنه ده، ليه ويب سايت بيعرفنا كل السيستمز اللي موجوده في المبنى عامله ازاي، بروشور اوبريشن اند مينتنس مانوال، يبقى في ساينجز موجوده في المكان طول ما انا ماشي اعرف اذا ده هنا بيعملوا اريجيشن، هنا بيعملوا اريجيشن للنباتات دي، بيعملوا ري للنباتات دي عن طريق الجراي ووتر اللي جاي. الكلام ده كله بيساعد على ان هو بيدوكيت الكوميونتي، فبيساعد وبيسهل على تكرار الليفنج بيلدينجز. الكور اللي انا شايفه ان احنا يعني اوبورتونيتي هاي لانها بقت موجوده عندنا، وبشجع اي حد حابب يسيرتيفاي المبنى بتاعه ان هو يشوف كور. هي بتتطلب بس 10 براكتسز، هي ستيل تشالنجينج اكيد، بس ماتش ليس تشالنجينج ذان الليفنج سيرتيفيكيشن، وهم دول ال 10 امبيراتيفز اللي المفروض نحققها في كور. وستيل هي هوليستيك زي الليفنج بيلدينج تشالنج كده. ولو عايزين نفهم بقى شكل الشهادات كده شبه مع بعض عاملين ازاي، السيرتيفيكتس كلها الليفنج بيلدينج تشالنج المفروض احقق فيها ال 20 امبيرتيف. الليفنج بيلدينج تشالنج اللي هي الباتل سيرتيفيكيشن دي انا بختار يا ووتر يا انرجي يا ماتيريال مع الكور امبيرتيفز. الكور انا بحقق ال 10 كور امبيرتيفز بس، عندي زيرو انرجي سيرتيفيكيشن والزيرو كاربون سيرتيفيكيشنز اللي بس مركزين في الزيرو انرجي والزيرو كاربون. هنيجي نشوف كده ان يعني الفكره بتاعت الليفنج بيلدينج تشالنج هي لو اتحققت هي فعلا هتعمل تغيير كبير جدا على الكوميونتيز بتاعتنا. والحقيقه انا النهارده بدعوكم الناس اللي في مصر والناس اللي بره مصر ان هم يشوفوا ازاي يقدروا يعني يطبقوا الكونسبت بتاع الليفنج بيلدينج تشالنج، وفعلا لو احنا عملنا حاجه زي دي احنا فعلا هنبقى بنحافظ على الاجيال اللي جايه بعد كده بشكل كبير اللي هم اولادنا. احنا مش هنتبسط لما نلاقي ان احنا المباني بتاعتنا كمان 10 سنين مش قادره تكوب مع اي تغيير بيحصل. واعتقد فكره ان احنا نفكر بشكل ريزيلينت كفايه ده دلوقتي مش رفاهيه. احنا شفنا في كورونا قد ايه كلنا اتاثرنا، وشفنا يعني ايه لما بيكون في ازمه كبيره دي بتاثر علينا وعلى اقتصادنا وعلى حياتنا بشكل كبير. فاحنا محتاجين نبقى مستعدين من بدري، مش لازم نواجه المشكله وبعد كده نبدا نفكر فيها. الباس ده اعتقد ان هو انفستمنت في الفيوتشر، عشان كده دي دعوه ان انتم كلكم تجوين اس. في الليفنج تشالنج حاجه اسمها ليفنج فيوتشر اكريديتيشن، دي زي الليد اي بي كده موجوده بروجرام. لو حد حابب يتخصص في الموضوع دوت ممكن يتشيك الموضوع ده على الويب سايت، انا هبعت لكم الويب سايت دلوقتي على الشات. الليفنج فيوتشر نتورك دي زي ما قلت لكم انا كجزء منها، هي مجموعه من المتطوعين الموجودين وورلد وايد في اماكن كتيره جدا بيحاولوا يعني يريز الاويرنس بتاع الناس او بينشروا الفكره بتاعه الليفنج بيلدينج تشالنج. مبسوطه جدا ان انا كنت معاكم النهارده، وحابه اسمع اسئلتكم لو عندكم اي اسئله، وشكرا جزيلا. اكيد المشروعات الاسكان عندنا احنا زي ما قلنا احنا عندنا لو هو مشروع فيه كذا مبنى ده بيبقى الليفنج كوميونتي تشالنج، لو هو مثلا وان بيلدينج ده بيبقى تبع الليفنج بيلدينج تشالنج.
فده لو ريزيدنشال اكيد. ايه تاني؟ قولي لو حد عنده اي سؤال. كيفية التطوع، في عند حضرتك الطريقين للتطوع، التطوع لو حضرتك من مصر حابب تتطوع تبع كايرو كولابوريتيف، حضرتك ممكن تبعت لي ايميل. لو حضرتك حابب تتطوع برضو مع الانستيتيوت، يعني حضرتك ممكن تبعت لي ايميل اوصلك بحد دايركتلي. لو دخلت على الويب سايت اللي انا بعته هتلاقي فيه ازاي تتطوع، يعني هتلاقي المعلومه دي موجوده بشكل واضح. بس لو حضرتك حابب ان انا اوصلك بحد دايركتلي ممكن تبعت لي، او لو حابب تتطوع تبع كايرو كولابوريتيف برضو ممكن تبعت لي على الايميل. تمام، شكرا جزيلا لكم، يعني اتمنى لكم ويك اند سعيد، وشكرا جدا، مع الف سلامه.